يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على بقيه الله سلام عليك يا فرحه الزهراء وسرورها سلام عليك يا بهجه قلبها وحبورها سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها سلام عليك يا بحر علمها وطورها سلام عليك يا باب حكمتها وسورها. سلام بجوامع السلام. يا ابن القيمة فاطمة. ما دام ليل أو نهار. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة. الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. حلقات عنوانها يا امام هل من خبر ام ان الانتظار يطول الحلقه السابعه والستون بعد المئتين يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام شوقي اليك شوق الحنين وعطشي اليك عطش ايام الجدب وليالي المحول الى ماء الحياه يا امام اني في انتظارك على طول محطات الطريق تفرق الجميع المغادرون غادروا الى حيث يغادرون والقادمون في انتظارهم مستقبلون معهم سيذهبون وستبقى محطات الطريق فارغه سالتحف الفراغ وغربة, وغربة الأيام آه. هم تضحك أيامي وأشوفنك هم تضحك أيامي وأشوفنك لو, لو حزن أسود, أسود. يظل طول الطريق, الطريق. الدرب, الدرب موحش يا إمام يعني موحش. موحش موحش يا, يا إمام يا. الدرب موحش يا إمام يا. لا صديج ولا رفيق سأبقى, سأبقى أودع المغادرين, المغادرين, وأستقبل, المغادرين وأستقبل القادمين على امل ان تعود ونلتقي الى متى الى متى احار فيك يا مولاي والى متى واي خطاب اصف فيك واي نجوى عزيز علي, عزيز علي, علي يا إمام عزيز علي عزيز علي, علي عزيز علي أن أجاب دونك وأنا عزيز علي أن أبكيك ويخذ لك ورايا عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء فأساعد جزعه إذا خلا هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم هذا هو عنواننا الذي مر في الحلقات المتقدمه وهذا هو الجزء الثالث عشر في الحلقه الماضيه تسلسل الكلام ووصل بنا الى مضمون المثال المستانف الذي سيخرجه امامنا حين ظهوره الشريف وحدثتكم عن مضمونه الاجمالي من ان المثال المستانف يجفف منابع الظلم التي هي في نفس الوقت منابع البرنامج الإبليسي. حدثتكم عن الجهالة، عن السفاهة وعن الجهل. الجهالة خلل في البنية العقليه والسفاهه خلل في البنيه الاخلاقيه والجهل خلل في البنيه العلميه والثقافيه العناوين المتبقيه من منابع الظلم التي هي منابع تسلل البرنامج الابليسي الى النفوس بعد الجهاله والسفاهه والجهل ياتينا الخوف الفقر الجنس الطبيعه البشريه بنواقصها الطبائع طبائع البشر وطبائع الاشياء عموما والحديث بالدرجه الاولى عن الطبيعه البشريه في الحقيقه كل المطالب من الجهاله الى السفاهه الى الجهل الى بقيه المطالب بشكل وباخر فانها ترتبط بطبيعه الانسان اقرا عليكم حديثا ومر علينا حديثا يقاربه ويشابهه في المضمون من الجزء الثاني من الخرائج والجرائح لقطب الدين الراوندي الطبعه المتقدمه الذكر صفحه 840 انه الحديث السادس والخمسون بسنده عن جابر عن جابر الجعفي عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله نزع الخوف من قلوب اعدائنا هذا في زمان الغيبه بسبب العوامل المتوفره لديهم من الامكانات الماليه او من توفر السلاح والجند والحكم وغير ذلك. إن الله نزع الخوف من قلوب أعدائنا وأسكنه قلوب شيعتنا بسبب العوامل التي تحيط بهم وتدفعهم إلى الضعف والمهانة والخوف والجبر. فإذا جاء أمرنا إذا جاء أمرنا إذا تحرك المشروع القائمي المهدوي وبدأت الساعات الأولى من يوم الخلاص فإذا جاء أمرنا نزع الخوف من قلوب شيعتنا الله نزع الخوف من قلوب شيعتنا واسكنه قلوب عدونا فاحدهم الشيعي امضى من سنان والسنان هو الرمح فاحدهم امضى من سنان واجرأ من ليث الى اخره ما جاء في الروايه الشريفه امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ان الله نزع الخوف من قلوب اعدائنا واسكنه قلوب شيعتنا زمان الغيبه بسبب العوامل والملابسات والظروف الموضوعيه فإذا جاء أمرنا تغيرت الظروف الموضوعية نزع الخوف من قلوب شيعتنا وأسكنه قلوب عدونا فأحدهم أحد الشيعة أمضى من سنان وأجرأ من ليث هذا المضمون يندرج تحت عنوان تجفيف منبع السفاهه فهناك الجهاله وهناك السفاهه التي هي خلل في البنيه الاخلاقيه قطعا الجبن والخور والخوف الذي يكون متزايدا من دون مبرر الخوف ضمن الضوابط نعمة كبيرة الخوف ضمن حدود المنطق وسيلة لحمايتنا الخوف هو جرس الإنذار اذا كان بحدود المنطق لا ان يكون خورا وانهيارا وجبنا فاضحه من دون الخوف لا نستطيع ان نحافظ على انفسنا من دون الخوف لا تستمر حياتنا بشكل امن احد عوامل صناعه الامن في حياتنا الخوف الخوف ضروره منطقيه وضروره حياتيه وضروره طبيعيه لا نستطيع ان نستغني عنها باي حال من الاحوال حتى لو كنا اقوياء حتى لو كنا غالبين حتى لو كنا منتصرين حتى لو كنا نهيمن على الواقع الذي نعيش فيه وعلى الواقع الذي يدور حولنا الخوف ضروره منطقيه وحياتيه وطبيعيه لكن اذا كان بحدود المنطق اذا كان بحدود الحكمه الصحيحه اعود الى الروايه عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ان الله نزع الخوف من قلوب اعدائنا واسكنه قلوب شيعتنا زمان الغيبة فإذا جاء أمرنا نزع الخوف من قلوب شيعتنا وأسكنه قلوب عدونا فأحدهم الشيعي أمضى من سنان وأجرأ من ليث لازلت مستمرا وأنا أحدثكم عن منابع الظلم والتي هي هي منابع البرنامج الابليسي الجهاله السفاهه الجهل المثال المستانف وهو البرنامج المهدوي لتغيير واقع الحياه يتحرك لتجفيف هذه المنابع الحديث التاسع والخمسون من المصدر نفسه من الخرائج والجرائح عن ابان عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه العلم سبعه وعشرون جزءا في مختصر البصائر الرواية هي هي لكنها وردت بهذا النص العلم سبعة وعشرون حرفا المعنى هو هو أقرأ عليكم من مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 320 الحديث الخامس والثلاث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه العلم سبعة وعشرون حرفا والمراد من الحرف الجزء الجهه الجانب اعود الى الروايه نفسها في الخرائج والجرائح امامنا الصادق يقول العلم سبعه وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءان في الروايه في مختصر البصائر وغير مختصر البصائر حرفان المعنى واحد العلم سبعة وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءان فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين الحديث عن معارف الدين وعلوم الدين أولا وعن معارف الدنيا وعلوم الدنيا ثانيا فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس الإمام الصادق حين يقول العلم سبعة وعشرون جزءا مراده بالعلم الذي يكون مناسبا لأيام الله ليوم القائم ليوم الرجعة ونتائج ذلك العلم توصلنا إلى ما توصلنا إليه في اليوم الثالث في يوم القيامة الكبرى. فهذا هو مراد إمامنا الصادق العلم سبعة وعشرون جزءا إنه العلم الذي يجعل الحياة على أحسن وجه في زمان أيام الله. وايام الله ثلاثه يوم القائم يوم الرجعه يوم القيامه الكبرى اعود الى الروايه الشريفه العلم سبعه وعشرون جزءا فجميع ما جاءت به الرسل جزءان لماذا لاننا في دوله ابليس دوله ابليس تبدا منذ وقت نزول ابينا ادم الى الارض والى يوم الظهور الشريف الروايات الشريفه تسمي هذا المقطع من حياه الانسان بدوله ابليس بجوله الباطل الباطل له جولة والجولة زمانها قصير والحق له دولة كما يقول صلى الله عليه وآله والدولة ستكون طويلة وطويلة وطويلة فجميع ما جاءت به الرسل جزآن فلم يعرف الناس حتى اليوم غير الجزئين فإذا قام القائم أخرج الخمسة والعشرين جزءا فبثها في الناس وضم إليها الجزئين حتى يبثها سبعة وعشرين جزءاً تجفيف لمنابع الجهل تجفيف لمنابع السفاهه تجفيف لمنابع الجهاله فمن جهه امامنا يكمل الاحلام ويجمع العقول ومن جهه يبث العلم بهذه المستويات التي لا نستطيع ان نتصور ابعادها بحسب ما عندنا من المعطيات كل العلم منذ زمان ابينا ادم الى وقت الظهور حرفان وهل هناك من احد منا يحيط بهذين الحرفين طرا؟ نحن نحيط علما بشيء يسير من المعلومات مهما كثرت ومهما اتسعت دائره معلوماتنا، معلوماتنا قليله وقليله جدا. ولا نحيط الا بجزء يسير من معلومات هذين الجزئين من معلومات هذين الحرفين فما بالكم اذا كانت القضيه قد وصلت الى سبعه وعشرين حرفا الى سبعه وعشرين جزءا الاجزاء المتبقيه هي اعظم من الجزئين فهذه الاجزاء ما هي بمتساويه حين يقول امامنا الصادق العلم سبعه وعشرون جزءا ربما يكون جزء واحد فيها هو اوسع من كل تلك الاجزاء الجزءان اللذان هما فيما بيننا جزءان يسيران الاجزاء العظيمه ستتجلى عبر برنامج المثال المستانف فالعصر القائمي مقدمه للرجعه العظيمه أعظم الحقائق ستتجلى في الرجعة العظيمة وأعظم ما يتجلى في الرجعة العظيمة سيتجلى في الدولة المحمدية العظمى إنها الدولة الخاتمة هذا هو الكهف الشريف الجزء الأول من طبعه دار الاسوه طهران ايران صفحه خمسميه وثمانيه واربعين انه الحديث الخامس من الباب الذي عنوانه مولد موسى بن جعفر إنه إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه الحديث الخامس بسنده بسند الكليني عن يعقوب بن جعفر قال كنت عند أبي إبراهيم وأبو إبراهيم هي كنية من كنى إمامنا الكاظم امامنا الكاظم كنيته الخاصه والخاصه جدا كنيته السريه بتعبير ادق كنيته ابو علي فالامام المعصوم اعظم كناه ان يكنى ب ولده المعصوم فالمعصوم من بعده علي الرضا الكنية السرية الخاصة لإمامنا الكاظم أبو علي ولكنه يكنى بأبي إبراهيم ويكنى بأبي الحسن هناك أكثر من كنية لإمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. عن يعقوب بن جعفر قال: كنت عند أبي إبراهيم عند إمامنا الكاظم وأتاه رجل من أهل نجران اليمن من الرهبان. نجران في زماننا تابعة للسعودية لكنها في الماضي كانت جزءا من اليمن. كنت عند ابي ابراهيم عند موسى بن جعفر واتاه رجل من اهل نجران اليمن من الرهبان ومعه راهبة هذا الحديث نحن نعرفه بحديث الراهب والراهبه راهب وراهبه من نجران من اليمن فاستاذن لهما الفضل ابن سوار طلب موعدا لزيارتهما من الامام الكاظم فاستاذن لهما الفضل ابن سوار فقال له امامنا الكاظم قال للفضل ابن سوار اذا كان غدا فات بهما عند بئر ام خير انه موضع من المواضع الروايه طويله اذهب الى موطن الحاجة في صفحة خمسمية وخمسين ثم إن الراهبة بعد كلام طويل فيما بين الإمام الكاظم وبين هؤلاء ثم إن الراهبة قال أخبرني عن ثمانية أحرف نزلت فتبين في الأرض منها أربعة، وبقي في الهواء منها أربعة، في الهواء في الفضاء على من نزلت تلك الأربعة التي في الهواء ومن يفسرها؟ قال إمامنا الكاظم ذاك قائمنا ذاك قائمنا ينزله الله عليه فيفسره وينزل عليه ما لم ينزل على الصديقين والرسل والمهتدين كل ما جاءت به الرسل حرفان جزءان هذه التقسيمات أربعة من الأحرف في الأرض وأربعة في الفضاء هذه التقسيمات تقسيمات بلحاظ من اللحاظات فحرفان هما اللذان ظهرا في حياتنا في حياه الآدمي هناك حروف خفية خفية في قلوب العالمين بها إن الراهب قال أخبرني عن ثمانية احرف نزلت فتبين في الارض منها اربعه وبقي في الهواء منها اربعه على من نزلت تلك الاربعه التي في الهواء ومن يفسرها قال امامنا الكاظم ذاك قائمنا ينزله الله عليه فيفسره وينزل عليه ما لم ينزل على الصديقين والرسل والمهتدين ثم قال الراهب فاخبرني عن الاثنين من تلك الاربعه الاحرف التي في الارض ما هي قال اخبرك بالاربعه كلها الى اخر الروايه أنا لا أريد أن أقرأ الرواية كلها، إنما أردت أن أقول من أن هذا المضمون الذي مر في الحديث المتقدم علينا، هذا المضمون متوافر في أحاديثهم وكلماتهم، هنا في الروايةِ هذه المعلومات بحسب ما يعلمه الراهب والراهبه والإمام الكاظم حين يجيب يجيب بحسب المتلقي الكلام في مثل هذه المضامين عن ثمانية أحرف عن أربعة أحرف عن حرفين عن جزئين الكلام ناظر الى حيثيه معينه هذه الحيثيه تكون متوفره في هذا البيان الذي يدور فيما بين الامام وبين الراهب والراهبه بالإجمالي نحن لا نستطيع أن نشخص هذه الأسرار بالدقة وبالتفصيل. المضمون الإجمالي الذي نستنتجه من أن العلم زمان الظهور يختلف اختلافا كبيرا عن العلم زمان الغيبة. ان كان هذا ما يرتبط بعلم الدين او كان هذا ما يرتبط بعلم الدنيا في تحف العقول لابن شعبه من علماء الشيعه في القرن الرابع الهجري الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان صفحة 119 من وصايا أمير المؤمنين لكميل بن زياد يا كُميل يا كُميل ما من علمٍ إلا وأنا أفتحه، وهذا شيء منطقي حينما نتذكر ما قاله أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا كنت مع الأنبياء سرا ومع رسول الله علنا وكل حق بايدي الناس فانه من علي كل حق بايدي الناس منذ البدايه منذ زمان ابينا ادم نحن نتحدث عن نسل ابينا ادم لا اريد ان اتجاوز ما قبل قبه ابينا ادم هذه، كلامنا بهذه الحدود فكل حق بايدي الناس من الذين يدينون بدين الله او من الذين لا يدينون بدين الله كل حق بايدي الناس هو من علي مرده الى علي فكل حق مرده الى الانبياء وعلي كان مع الانبياء باطنا يا كميل يا كميل ما من علم الا وانا افتحه وما من سر الا والقائم يختمه ما من علم الا وانا افتحه وما من سر الا والقائم يختمه ويا كميل يا كميل يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا من الوصيه نفسها يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا ويا كميل ما من حركه الا وانت محتاج فيها الى معرفه هذه المعرفه هي المعرفه التي تقودنا الى قائم ال محمد حيث ارسل الى الشيعه رسالته طلب المعارف من غير طريقنا اهل البيت مساوق لانكارنا هذا هو طريق اهل البيت يا كميل يا كميل ما من علم الا وانا افتحه انها بيعه الغدير. هكذا بايعنا في بيعه الغدير ان ناخذ علمنا اتحدث عن علم الدين ان ناخذ علمنا وان ناخذ تفسيرنا وان ناخذ عقائدنا وان ناخذ فقهنا من علي وان ناخذ قواعد الفهم والتفهيم من علي. هذا علي يفهمكم بعدي هكذا اخذ علينا رسول الله عهده وميثاقه هذا علي يفهمكم بعدي يا كميل يا كميل ما من علم الا وانا افتحه وما من سر الا والقائم يختمه يا كميل لا تاخذ الا عنا تكن منا يا كميل ما من حركه الا وانت محتاج فيها الى معرفه نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير, كثير الرقي, الرقي قال قلت لابي عبد الله, عبد الله امامنا الصادق صلوات الله, الله عليه, عليه ما معنى السلام على رسول الله, الله فقال, فقال ان الله تبارك وتعالى, وتعالى لما خلق, خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع, وجميع الأئمة, الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه مضامين الاحاديث الشريفه التي تقدم ذكرها في الحلقه الماضيه وفي هذه الحلقه الى هذه اللحظه تحدثنا عن قوه وفاعليه برنامج المثال المستانف في تجفيف منابع الجهاله والسفاهه والجهل في مواجهه الجهاله هناك جمع للعقول بنحو تكويني فإن الإمام يضع يده على رؤوس العباد كي يجمع عقولهم هذا الجمع بمراتبه ومر الحديث عنه هو تجفيف للجهالة لمنبع من منابع الظلم لمنبع من منابع البرنامج الإبليسي تكميل الأحلام تكميل الأخلاق تجفيف لمنبع السفاهة من منابع الظلم ومن منابع البرنامج الإبليسي من خلال الجهالة والسفاهة يتسلل إبليس إلي عقولنا وإلى قلوبنا وإلي نفوسنا أما بث العلم بهذا الاتساع بسعة سبعة وعشرين حرفا بهذه السعة الهائلة فذلك تجفيف بشكل واضح للجهل، لمنبع الجهل. خلاصة القول الروايات التي مرت علينا والأحاديث الشريفة التي تلوتها عليكم في الحلقة المتقدمة وفي هذه الحلقة إلى هذه اللحظة تحدثنا بشكل واضح عن تجفيف منابع الجهالة والسفاهة والجهل ولذا فإن التواصل بعد ذلك سيكون متوفرا اتحدث عن التواصل مع امام زماننا صلوات الله وسلامه عليه قطعا سيكون التواصل متوفرا ومتوفرا لكل بحسبه. أقرأ عليكم من الجزء الثاني من الخرائج والجرائح صفحة 840 الحديث الثامن والخمسون بسنده عن أبي الربيع الشامي قال سمعت ابا عبد الله امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ان قائمنا اذا قام مد الله لشيعتنا في اسماعهم وابصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، البريد مسافه يقطعها عمال البريد الرسمي الذين يحملون الرسائل ما بين الولايات والعاصمه ودار الخلافه كما كانت تسمى فما يقطعه هؤلاء الذين يحملون الرسائل والكتب من دار الخلافه الى المدن المختلفه ومن المدن المختلفه الى دار الخلافه المسافه التي يقطعونها يوميا يقال لها بريد وهي مسافه القصر الشرعي هذه هي التي يقال لها البريد مسافه القصر الشرعي تقريبا ان قائمنا اذا قام مد الله لشيعتنا في اسماعهم وابصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد والمراد من البريد هنا الرسل حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد المراد الرسل ولكن الحديث عن المسافه هنا باعتبار ان الرسل في كل يوم يقطعون مسافه تسمى هذه المسافة بالبريد. إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، ليس هناك من مسافات. ما نحن في زمان الغيبة نخاطب أئمتنا حتى وإن كانت المسافات شاسعة حينما نزورهم ونقول للإمام المعصوم ونحن نخاطبه أشهد أنك تسمع كلامي وترد سلامي وتشهد مقامي هذا المضمون نحن نعتقده في علاقتنا بائمتنا في زمان الغيبه وفي زمان الحضور لكن الروايه تتحدث عن شان اخر عن شان من شؤون التواصل المباشر الفعلي إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم الإمام يكلمهم ويسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه قد يكون هذا عبر التقنيات والأجهزة وقد يكون هذا عبر القدرات والإمكانات التي سيوجدها الإمام في شيعته فهو سيجمع لهم عقولهم ومثل ما قلت لكم جمع العقول هناك مستوى سيشترك فيه الجميع وهناك مستويات كل انسان بحسبه فهو سيجمع العقول وسيكمل الاحلام وتكميل الاحلام كذلك هناك مستوى عام سيشترك فيه الجميع ولكن هناك مستويات مختلفه كل شخص بحسبه من مستويات تكميل الاحلام. فهذا التواصل قد يكون عبر الاجهزه وقد يكون عبر هذا التكامل الذي اوجده الامام في من اوجده. جمع العقول وكمل الاحلام وبث العلوم. وقد تكون حقيقه التواصل هذا عبر منظومه التحديث فالامام يحدث اشياعه كان سلمان محدثا انه التواصل الغيبي فيما بين سلمان وبين امير المؤمنين كان سلمان محدثا كان محدثا عن امامه كما تقول احاديثهم الشريفه هناك تواصل غيبي هناك خطوط اتصال فيما بين الامام وبين خواص شيعته فهذا المضمون في هذا الحديث وامثاله اما ان يكون عبر التقنيات والاجهزه مثل ما في زماننا هناك تقنيات واجهزه تساعدنا على التواصل مع الاخرين واما عبر الجمع والتكميل والبث جمع للعقول تكميل للاحلام والاخلاق وبث للعلوم قطعا سينتج عن هذا ما ينتج من عظيم الامر على مستوى التقنيات وعلى مستوى القدرات والمواهب عند بني البشر او ان يكون الامر في دائره التحديث الغيبي ان قائمنا اذا قام مد الله لشيعتنا في اسماعهم وابصارهم حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد، ليس هناك من مسافه، ليس هناك من رسل ووسائط حتى لا يكون بينهم وبين القائم بريد. يكلمهم ويسمعون وينظرون اليه وهو في مكانه. هذا المضمون يتردد في الأحاديث التي تخبرنا عن واقع عصر الظهور الشريف، هذه القضية لم تأتي من فراغ، هذه القضية موجودة في زمان الغيبة ولها برنامجها ولها خصائصها في كمال الدين وتمام النعمه لشيخنا الصدوق المتوفى سنه 381 للهجره وطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه صفحه 353 إنه الحديث الثاني الذي يبدأ في صفحة 351 بسنده عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه وهو يكلم أبا خالد الكابولي هذا المقطع مرارا ومرارا وكرارا وكرارا أردده في برامجي الإمام السجاد يقول لأبي خالد الكابولي يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته الحديث عن الحجة بن الحسن يا أبا خالد إن أهل زمان غيبته القائلين بامامته والمنتظرين لظهوره افضل من اهل كل زمان، لماذا؟ لان الله تبارك وتعالى اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغيبه عندهم بمنزله المشاهده. عمليه الارتقاء هذه يمكن ان تتحقق في عصر الغيبه قطعا بما يناسب عصر الغيبه ولكن بمستوى عال جدا الى الحد الذي تكون الغيبه عندهم بمنزله المشاهده كلام خطير كان يفترض للشيعه ان يكونوا هكذا ولكنهم سلكوا في طريق الطوسي ولكنهم سلكوا في طريق المرجئه والبتريه والمقصره سلكوا في طريق التقزيم تذكروا عنواننا المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم مسار التعظيم هو هذا الذي يتحدث عنه إمامنا السجاد أما مسار التقزيم هو مسار حوزة الطوسي مسار مراجع حوزة النجف وكربلاء الذين ضللوا أجدادنا وآباءنا وضللونا ولا زال هذا التضليل فاعلا موجودا في واقعنا الشيعي قطعا هم ضللوا أنفسهم قبل أن يضللونا ضلوا وأهضلونا هذا هو واقع مراجع النجف ومراجع كربلاء منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما أسس الطوسي حوزته المشؤومة اللعينة إمامنا السجاد هكذا يقول دققوا النظر في كلماته يا أبا خالد ان اهل زمان غيبته القائلين بامامته والمنتظرين لظهوره افضل من اهل كل زمان لماذا امامنا السجاد يخبرنا لان الله تبارك وتعالى اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه جمع عقولهم بحسبهم وبحسب زمان الغيبه واكمل احلامهم وتفتقت ينابيع الحكمه من قلوبهم على السنتهم لماذا لانهم قد اخلصوا لامام زمانهم بعد ذلك الامام السجاد يصفهم اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا هؤلاء اخلصوا لامام زمانهم فارتقت عقولهم وارتقت احلامهم وارتقت معرفتهم يا ابا خالد ان اهل زمان غيبته القائلين بامامته والمنتظرين لظهوره افضل من اهل كل زمان لان الله تبارك وتعالى اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغيبه عندهم بمنزله المشاهده وجعلهم في ذلك الزمان بمنزله المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف جعلهم بمنزلتهم هم لا يجاهدون بالسيف جهادهم بحسب ما عندهم من الامكانات انها العقول والافهام والمعرفه وجعلهم في ذلك الزمان بمنزله المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف لا يجاهدون بالسيف يجاهدون بنتاج عقولهم وافهامهم ومعرفتهم اولئك المخلصون حقا من اخلص لله اربعين صباحا تفجرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة دعاة بهذا الذي يتفجر من ينابيع الحكمة من قلوبهم على السنتهم هذا هو نتاج العقول والافهام والمعرفة وليس ذلك الضلال اتحدث عن ضلال حوزة التقزيم حوزة التقصير إنها حوزة المرجئة والبترية، إنها حوزة الطوسي، حوزة الأنصاري، أتحدث عن مرتضى الأنصاري، حوزة الخوئي، حوزة محمد باقر الصدر، حوزة السيستاني، إنها حوزة النجف وكربلاء، حوزة الشيرازي، أتحدث عن محمد الشيرازي، ومن هم على منهجه هذا هو المنهج التقزيمي التقصيري البتري المرجئي إنه منهج الطوسي منهج الشوافعي والأشاعرة والمعتزله اما المنهج الذي كان يراد للشيعه ان يكونوا عليه لو انهم تمسكوا ببيعه الغدير لكانت هذه الروايه ومضامينها تنطبق على واقعنا اليوم ولكن اذا اردنا ان ننظر الى هذه الروايه الشريفه فاننا لن نجد شيئا منها على الاطلاق يتحقق في واقعنا الشيعي بسبب مرجئه النجف بسبب بتريه النجف اتحدث عن نواب الشيطان عن ايات الشيطان العظمى اقرا الروايه مره اخرى عليكم يا ابا خالد ان اهل زمان غيبته القائلين بامامته والمنتظرين لظهوره افضل من اهل كل زمان لان الله تبارك وتعالى اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغيبه عندهم بمنزلة المشاهدة وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله بالسيف أولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا نذهب إلى فاصل عن سعد بن عبد الله الاشعري القمي حيث سال امام زماننا الحجه بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تاويل هذه الايه فاخلع نعليك ما جاء في سوره طه فاخلع نعليك انك بالوادي المقدس طوى سؤال سعد الاشعري عن معنى اخلع نعليك قلت انه سعد الاشعري قلت فاخبرني يا مولاي عن التاويل فيهما قال ان موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي اني قد اخلصت لك المحبه مني وغسلت قلبي عمن سواك وكان شديد الحب لاهله فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة ما حدثنا به امامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه عبر ابي خالد الكابولي عن اهل زمان غيبه الحجه بن الحسن ومن انهم سيكونون افضل من اهل كل زمان لماذا لان الله سيعطيهم ماذا يعطيهم عقولا وافهاما ومعرفه قطعا هذا الامر يتحقق عبر امام زماننا فالامام السجاد يتحدث عن زمان غيبته صلوات الله عليه في نهج البلاغه في الخطبه الخمسين بعد المئه الطبعه طبعه دار التعارف بيروت لبنان امير المؤمنين يتحدث عن الفتن العظيمه التي سيصاب بها الناس في زمان غيبه القائم صلوات الله وسلامه عليه الى ان يصل في حديثه عن البرنامج الذي سيتحقق زمان الغيبه كل ذلك كما يقول امير المؤمنين في ستره عن الناس فالامام في حال ستره مثل ما قلت لكم الروايات سمتها الغيبه وسمتها الهدنة وسمتها الفترة وأمير المؤمنين هنا يسميها السترة فهي غيبة وهي هدنة وهي فترة وهي سترة في سترة عن النهس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل القين الحداد ثم ليشحذن فيها قوم بما يعطون من العقول والافهام والمعرفه حتى تكون الغيبه عندهم بمنزله المشاهده المنطق هو واحد ثم ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل مثلما يشحذ الحداد السيف تجلى بالتنزيل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم من هذا الذي يرمي بالتفسير في مسامعهم انه إمام زماننا بما اعطوا من العقول والافهام والمعرفه. مستوى من مستويات التحديث الغيبي مثلما هناك تحديث غيبي في زمان الظهور قرات عليكم الروايه قبل قليل من الخرائج والجرائح من ان اشياع الامام سيكونون على تواصل مباشر مع امامهم ذلك مستوى من مستويات التحديث الغيبي وهناك مستويات اخرى تناسب عصر الغيب تجلى بالتنزيل ابصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح الصبوح عند الصباح والغبوق عند المساء فإن الحكمة تصل إليهم صباحا ومساء كي تتفجر ينابيعها من قلوبهم على ألسنتهم بالله عليكم هل نعرف مرجعا في زماننا على الاقل يتصف بهذه الاوصاف ما هم مرتكسون من سيستانيهم الى اسفل واحد فيهم مرتكسون في العيون الناصبيه القذره كل ما يتقيؤون به من تلك العيون القذره فتاواهم قذره عقائدهم قذره تفسيرهم قذر كتبهم قذره حوزتهم قذره فضائياتهم قذره وكلاؤهم قذرون خطباؤهم قذرون من الذين يخاطبهم رسول الله ويخاطبهم امير المؤمنين في يوم القيامه يا قذر يا طفس والطفاسه اشد من القذاره وهذا مر علينا في الحلقات المتقدمه يا قذر يا طفس لماذا لانهم يخالفون منهج محمد وعلي صلى الله عليهما والهما ومنهج محمد وعلي هو منهج الغديرين منهج الغدير العلوي ومنهج الغدير المهدوي فهل عندنا في مراجعنا ممن يمكن ان ينطبق هذا الكلام عليهم كتب تفسيرهم كتب ضلال خطباؤهم الذين يفسرون على منهجهم خطباء ضلال دروسهم في التفسير اذا كان هناك فيهم من يدرس التفسير دروس ضلال برامج وكلائهم وتلامذتهم في التفسير على الفضائيات برامج ضلال. ما يصدرونه من فتاوى يرجعونها الى تفسير ايه او تفسير روايه فتاوى ضلال. انها حوزه ضلال مدارس ضلال مكتبه ضلال انتجتها هذه الحوزه مؤسسات ضلال هذا هو واقع الشيعه في يومنا هذا هذه المضامين لا وجود لها هذه المضامين تتحقق في مجتمع كالمجتمع الذي تحدث عنه امامنا السجاد مع ابي خالد الكابولي وهذا المجتمع لا وجود له اساسا لان الشيعة اخذهم مراجع حوزة الطوسي لان الشيعة لان الشيعة اخذهم مراجع حوزه الطوسي في الضلال بعيدا وبعيدا جدا هذا هو واقع الشيعه تخبرنا الوثيقه الديخيه عنه رجاء اعرضوا لنا الوثيقه الديخيه ما اريد اجيب الاسماء. واحد قال لي انت على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له اخر بابا ما توصل النوبه الي قال توصل إيه؟ اطمئن تركبهم يعني مش يعنى تركبهم مم. وتقول لهم ديخ والله نفس عبارته واحد من الاعلام قبل خمس سنوات قال لي مستعجل؟ مش دار اقول لك. تركب مم. يعني خلافه اهميه جميله، ما تقول خلافه مين يقول بقول لك يا حركه فطوش، ديخ بالعربيه فطوش، ونفس عبارته كن على ثقه وكلكم تعرفونه، لانه ما بدي اجيب الاسماء، عرفت؟ قال اركب مثل ما ركبت نار وغايب ديخ لا مو علم اجمالي هذا واقع <applause> واقع الشيعه، لا اقول الواقع الشيعه هذا والله هذا واقع شيعي ليشحذن فيها قوم في زمان الغيبة تأكيد واضح لام التأكيد مع نون التوكيد المثقلة المشددة ليشحذن فيها قوم شحذ القين النصل تجلى بالتنزيل أبصارهم ويرمى بالتفسير في مسامعهم يرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمه بعد الصبوح الحكمه تتنزل عليهم صباحا ومساء اين هؤلاء اين نجدهم رجال الكشي وهذه الطبعة طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي طهران إيران إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي الحديث الثاني في أول الكتاب وفي الحقيقة هذا الكتاب ما هو بكتاب رجال لكنه هكذا يعرف رجال الكشي هذا كتاب حديث على أي حال الحديث الثاني عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا هذا أمر ظاهر هذا علم مكتسب قطعا يحتاج إلى توفيق منهم يحتاج إلى توفيق من إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه التوفيق خير رفيق في الطريق أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا، إحسان الرواية له تفصيل. إحسان في الحفظ نصا أو في الحفظ مضمونا بنحو لا يسبب خللا ونقصا في معنى الحديث فاحسان الروايه احسان حفظها نصا كما قالها المعصوم او احسان حفظها مضمونا حيث يحافظ حافظ الروايه مضمونا على معناها احسان الروايه ان نعرف ملابساتها الامام حين قالها متى قالها لماذا قالها ولمن قالها وفي اي ظرف وفي اي خصوصيه قالها صلوات الله عليه احسان الروايه احسان القائها احسان عربيتها احسان الروايه ادراك معناها وفقا لفصاحتها وبلاغتها احسان الروايه معرفه ان الروايه جاءت بلسان التقيه بلسان المداراه هل هي متشابهه محكمه عامه خاصه مطلقه مقيده ناسخه منسوخه الى سائر التفاصيل الاخرى اعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وهذا كله علم محصل مكتسب فإن فإن لا نعد الفقيه منهم فقيها من أولئك الذين يحسنون رواياتنا في أعلى المستويات الإمام يتحدث عن فقهاء الفقيه عند اهل البيت هو في اعلى مستويات روايه الحديث لا كفقهاء حوزه النجف وين ما اكو واحد اثوى الاغبر يسمونه فقيه ويصفونه بانه الاعلى انا اتحدث عن الفقهاء عند محمد وال محمد اتحدث عن الفقيه عند جعفر الصادق لا اتحدث عن الفقيه عند الطوسي او عند مرتضى الانصاري او عند الخوئي او عند السيستاني ما انا حدثتكم عن اسحاق الفياض هو الفقيه الاعلم من وجهة نظر السيستاني وانتم رأيتم ولمستم وشاهدتم ما هو اسحاق لا اريد ان اعيد الكلام بخصوصه هؤلاء هم فقهاء حوزة النجف وكربلاء اخرطي بخرطي بخرطي من أولهم الآخرهم الذين ماتوا والأحياء والقادمون الإمام الصادق يتحدث عن الفقهاء بحسب ما يريد هو اعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فانا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا هم يقولون عنه فقيه اخرطي مثل ما يقول السيستاني عن اسحاق الفياض من انه الاعلى مثل ما الآن يقدموا لكم بخر الإيرواني على أنه الأعلى على أنه المرجع من بعد السيستاني اخرطي بخرطي هذا هو واقع حوزة الطوسي واقع حوزة النجف وكربلاء أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا هذا هو التحديث الغيبي ولكن بمستوى يناسب زمان الغيب يرمى بال تفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هو هذا هذا الذي كان يتحدث عنه امير المؤمنين يرمى بالتفسير في مسامعهم ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح هؤلاء هم الذين تتفجر ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم مذهل يطلعوني مسلتون من نواب الشيطان ومن آيات الشيطان العظمى أعرف منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا هذه من صفات الأنبياء أو يكون المؤمن محدثا ونحن في زمان الغيبة قال يكون مفهما مفهما والمفهم محدث يرمى بالتفسير في مسامعه ويغبقون كاس الحكمه بعد الصبوح بما اعطاهم الله تبارك وتعالى من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغيبه عندهم بمنزله المشاهده اولئك المخلصون حقا وشيعتنا صدقا والدعاة إلى دين الله عز وجل سرا وجهرا. التواصل الذي حدثتنا الأحاديث عنه في زمان الظهور ما هو بمستغرب فهذا التواصل موجود في زمان الغيبة ولكن بمستوى يناسب زمان الغيبة فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث مثل ما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف في الخطبة الخمسين بعد المئة قرأت عليكم جانبا منها من انه يرمى بالتفسير في مسامعه ويغبقون كاس الحكمه بعد الصبوح ابحثوا عن هؤلاء هؤلاء هم الذين يمثلون مسار التعظيم ان كانوا موجودين انا اقول لكم لا وجود له لا وجود لهم احنا عندنا مجموعة سرابيت ومساليت الواقع هو الذي يثبت لنا هذا الفضائيات موجودة الكتب موجودة الدروس موجودة هم موجودون بالصوت والصوره كل شيء متوفر في زماننا يمكنكم ان تكت كل شيء متوفر في زماننا يمكنكم ان تكتشفوا هزالهم وجهالتهم وسفاهتهم اتحدث عن المرجع الاعلى ومن هم في صفه لا اتحدث عن الصغار اتحدث عن الذين يقال عنهم الاعلى الافقر هؤلاء سفاهتهم واضحه وجهالتهم واضحه هؤلاء هم دعاة التقزيم وما هم بدعاة التعظيم قارنوا بين مسار التعظيم الذي عليه قنة القمر وبين مسار التقزيم الذي عليه نواب الشيطان آيات الشيطان العظمى في حوزة النجف وكربلاء نذهب إلى فاصل. عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا ألف دار ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاء إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها اليك يا محمد عن امامنا الصادق عن ابيه الباقر صلوات الله عليهما عن النبي الاعظم صلى الله عليه واله كيف بكم اذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تامروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فقيل له ويكون ذلك يا رسول الله قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف قيل يا رسول الله ويكون ذلك قال نعم وشر من ذلك كيف بكم اذا رايتم المعروف منكرا والمنكر معروفة تم الكلام في الجهالة والسفاهة والجهل ومشكلتنا مع الجهالة والسفاهة والجهل مشكلتنا نحن الشيعه طويله وعميقه وواسعه وعريضه لاننا نقدس اناسا هم حقيقه الجهاله والسفاهه والجهل وجهلهم جهل مركب في اقبح ما يمكن ان يكون هؤلاء اصحاب العمائم مخزن كبير للجهاله والسفاهه والجهل من كبيرهم الى صغيرهم اذا شذ منهم شاذ فبرحمه من الحجه بن الحسن والا فهم من كبيرهم الى صغيرهم هم خازن ومنابع للجهالة والسفاهة والجهل وأتحدث عن الجهل المركب مشكلتنا نحن الشيعة مشكلة طويلة عريضة وبعيدة في التاريخ تعود بنا إلى سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين اسس الطوسي الحوزه المشؤومه في النجف ولا زالت على جهالتها وعلى سفاهتها وعلى جهلها المركب منذ ان اسسها الطوسي وفقا لهذه الاسس والى يومنا بل ان الحاله تضاعف وتعقد اكثر على اي حال تم الحديث في منابع الظلم هذه في منابع البرنامج الابليسي الجهاله السفاهه الجهل رابعا الخوف الخوف بسبب الملابسات والظروف التي تحكم الواقع الذي يعيشه الانسان فان الخوف سيتمدد ويتفرع فان الخوف سيتمدد ويتفرع ويتشعب الى شعب وشعب هناك خوف عند الانسان من المستقبل اتحدث عن زماننا هذا عن زمان الغيبه هناك خوف من الحكام هناك خوف من الاعداء والاعداء مراتبهم في حياتنا كثيره في ثقافه العتره الاصدقاء ثلاثه والاعداء ثلاثه الاصدقاء صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك هؤلاء هم الأصدقاء صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك أما الأعداء فعدوك وصديق عدوك وعدو صديقك هؤلاء هم الأعداء عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك الخوف من المستقبل الخوف من الحكام الخوف من الاعداء الخوف من الاقوياء من الاقوياء جسدا سلاحا مالا سمعه اجتماعيه سلطه في الواقع الخوف على ما يمتلكه الانسان من الضياع الخوف 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 لكن اكثر خوف يكون شاغلا للانسان ان يخاف الانسان على حقوقه ان تضيع وكذلك ان يكون الانسان خائفا من انه لن يستطيع ان يحصل على حقوقه الضائعه حقوق مادية حقوق معنوية ولكن بالدرجة الاولى انها الحقوق المادية وحتى اذا كانت الحقوق حقوقا معنوية فانها تؤدي الى حقوق مادية فاكثر خوف الانسان على حقوقه المادية اما ان تكون متوفره لديه فهو يخاف على ضياعها واما ان تكون قد سلبت منه وهو خائف من انه لا يستطيع ان يستردها من المساحات التي يرتبط واقع الانسان بها القضاء القضاء مساحه يستطيع الانسان من خلالها ان يحصل حقوقه او ان تضيع حقوقه في هذه المساحه القضاء حتى لو كان نظيفا لو كان منسجما مع القانون لو كان ملائما لحقوق الذين يترافعون عنده حتى لو كان القضاء هكذا فهناك الكثير من الملابسات التي تجعل القضاء الذي نعرفه في واقع حياتنا ليس قادرا على ان يعيد الحقوق الضائعه في كثير من الاحوال او ان يحافظ عليها ان يحافظ عليها عند اصحابها هناك مشكله الادله مشكله الادله تاره لا تكون الادله متوفره فتضيع الحقوق وتاره تتعرض الادله للتزوير وللتحريف شهادات الزور مثلا ادله محرفه ولكنها اذا جاءت بنحو مرتب بشكل يكون خادعا للقضاء فان الحقوق ستضيع وربما تقدم الادله الصحيحه لكنها لن تكون كافيه بحسب موازين قوانين القضاء اذا الادله مشكله اذا لم تكن متوفره اذا ما زورت وحرفت الادله او انها لن تكون كافيه بحسب موازين قوانين القضاء هناك ايضا ما يعرف من ان القانون لا يحمي المغفلين فالمغفلون الذين خدعهم من خدعهم وفقا لخديعه محبوكه لا يستطيعون ان يحافظوا على حقوقهم التي عندهم ولا يستطيعون ان يستردوا حقوقهم التي ضيعت لان القانون لا يحمي المغفلين انها العداله العمياء كما يصفونها العداله العمياء هناك من الاشخاص يمتلكون حصانه وحتى هناك من الممتلكات تمتلك حصانه فاذا كنت صاحب حق فانني لن استطيع ان استرد شيئا من القضاء بسبب هذه الحصانه هناك حصانه الاشخاص وهناك حصانه الممتلكات ايضا هناك الحصانه التي تعيق الوصول الى الحق لا استطيع ان اصل الى حقي هناك الثغرات القانونيه على سبيل المثال هناك مدد قانونيه بسببها تسقط الحقوق اذا لم يترافع صاحب الحق في زمان محدد فان حقه سيضيع هناك الثغرات القانونيه التي يستطيع من خلالها المبطل ان يكون منتصرا ان يكون فائزا في ساحه القضاء وحينها تضيع الحقوق هناك ادله سريه لا يحق لصاحب الحق ان ياتي بها لانها امور سريه في البرامج الحكوميه هناك ادله إذا استطاع صاحب الحق أن يحصل عليها بطريق وآخر وهي تثبت حقه لن تأخذ بها المحكمة لأنها لا بد أن تصدر من جهة رسمية وهذه التي يقدمها صاحب الحق مع أنها بشكل واقعي ووجداني تثبت حقه لكنها لم تكن قد وقعت وقد صدقت من قبل الدوائر الرسميه المختصه وهناك وهناك هذا كله مع افتراضي ان القضاء نزيه أن القضاء نظيف وأين هذا القضاء النزيه والنظيف في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين وفي دول العالم الثالث وفي واقعنا الشيعي هذه حكاية من حكايات العجائز ربما في العالم الغربي يجدُ الانسان قضاء منصفا قضاء منسجما مع حقوق المترافعين ولكن ستاتيك طامه التاخير القضاء بطيء وعمليه التاجيل وبعد ذلك يأتي الاستئناف حكاية طويلة طويلة مثل ما نقول في ثقافتنا الشعبية العراقية جيب ليل أخذ عتاب من هنا ياتي الخوف، هذا مثال من امثله الخوف. الخوف في حياتنا مساحته واسعه، بسبب الخوف فاننا نظلم الاخرين، بسبب الخوف فاننا قد نشهد الزور ونضيع حقوق الاخرين بسبب الخوف نحاول ان نضع ايدينا على اي شيء خوفا على مستقبلنا بغض النظر هل هذا الذي وضعنا ايدينا عليه من حقنا ام ليس من حقنا بسبب الخوف ننصر الظالمين بسبب الخوف نكذب ونضلل ونزور ونفترى الخوف منبع من منابع الظلم منبع واسع جدا ومنبع من المنابع المهمه للبرنامج الابليسي في حربه ومواجهته للمشروع المهدوي الاعظم. ما حدثتكم به عن القضاء كان مثالا والا فان للخوف مساحه كبيره لكنني لا استطيع ان اغطي كل المضامين في برنامج موجز وفي حديث مختصر وفي بحث مقتضب ساقرا عليكم بعضا من الاحاديث هذا هو كتاب الإرشاد للشيخ المفيد وهذه الطبعة طبعة مؤسسة سعيد بن جبير إنها الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة خمسمية وثلاثة وأربعين عن إمامنا الصادق. صلوات الله وسلامه عليه إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود حكم داود هذا عنوان مصطلح إنه حكم اسلوب حكم انه حكم اسلوب حكم طريقه حكم تتجاوز النقائص التي حدثتكم عنها قبل قليل إذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داود لا يحتاج إلى بينة ليس هناك من أدلة لا يحتاج إلى بينة يلهمه الله تعالى يلهمه الله تعالى الامام لا يحتاج الى الهام الامام اعلى رتبه من هذا لكن الروايه تتحدث عن النظام القضائي هؤلاء قضاه الامام فالامام لا يقضي لكل الناس في كل الارض، الروايات حدثتنا من ان الامام ينصب قضاة للملائكه، قطعا هؤلاء قضاة ملهمون باعلى درجات الالهام لان الملائكه هم اهل الالهام. الملائكه هم الذين يلهمون المؤمنين الامام ينصب قضاه على الملائكه وفيما بين الملائكه ستاتينا هذه الروايات ربما في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى اذا تسلسل الحديث ووصل اليها فهذا الالهام صحيح في الروايه منسوب الى الامام انه الهام لقضاته مر علينا قبل قليل في زمان الغيبه من ان الائمه لا يعدون الفقيه بنظر الشيعه فقيها حتى يكون محدثا فلما سالوا الامام الصادق او يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث التفهيم منزله من منازل الالهام اذا كان الالهام يتحقق في زمان الغيبة فكيف لا يتحقق في زمان الظهور؟ اذا قام قائم آل محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داوود لا يحتاج الى بينه، النظام القضائي هكذا يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استبطنوه ويعرف وليه من عدوه بالتوسم هذا هو النظام القضائي الذي سيكون زمان ظهور الحجة ابن الحسن مثلما نسب القرآن الذنوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ليغفر لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر النبي ليس له من ذنب متقدم وليس له من ذنب متاخر يا علي ان الله نسب ذنوب شيعتك الي وغفرها فهذا الالهام هنا ينسب الى الامام في الحقيقه هو الهام منسوب الى النظام القضائي زمان العصر القائمي المهدوي القضاة سيكونون ملهمين لأن الإمام سينصب القضاة بين الناس وينصب القضاة للملائكة وينصب القضاة في جابلقا وجابرسا وينصب القضاة في الكون فما هو القانون الذي سيعملون به؟ انه الالهام انهم محدثون من جهه امامهم فنظام الالهام اذا قام قائم ال محمد عليه وعليهم السلام حكم بين الناس بحكم داوود هذا النظام القضائي ما هو لا يحتاج الى بينه لا ملفات ولا ادله نعم ستحفظ الحقائق ولكنها ستحفظ باسلوب جديد يتناسب مع هذا النظام القضائي المتطور لا يحتاج الى بينه يلهمه الله تعالى فيحكم بعلمه ويخبر كل قوم بما استبطنوه ويعرف وليه من عدوه بالتوسم هذا هو النظام القضائي المهدوي اذا كان النظام بهذا النحو فان الخوف على الحقوق وعلى ضياعها وعلى عدم استردادها سيتلاشى. الجزء السابع والعشرون من بحار الانوار للمجلس وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي انها الصفحة التسعون انه الحديث الرابع والاربعون نقله عن محاسن البرقي كتاب معروف من كتبنا بسنده عن بشر بن غالب عن الحسين صلوات الله وسلامه عليه بشر بن غالب يقول قال لي سيد الشهداء قال لي الحسين يا بشر بن غالب من أحبنا لا يحبنا إلا لله. جئنا نحن وهو كهاتين وقدر بين سبابتين بشر ابن غالب أنا أقول وقدر بين مسبحتين هذه بالنسبة لي سبابة سبابتان أما بالنسبة للحسين فهاتان مسبحتان. هذه سبابتي وهذه سبابتي. أما بالنسبة للحسين فهذه مسبحة وهذه مسبحة. هذا تقزيم وهذا تعظيم. نحن نتحدث ما بين مسار التعظيم والتقزيم فهذا تقزيم من بشر بن غالب لو كنت أنا الذي أنقل هذه الرواية لقلت وقدر بين مسبحتي وليس بين سبابتي هذه بالنسبة لي سبابة. اما بالنسبة لحسين انها مسبحة. يا بشر بن غالب الحسين يقول لبشر من احبنا لا يحبنا الا لله بهذا الشرط جئنا نحن وهو في يوم القيامة جاء معنا. فمن احبنا لله كان معنا هذا هو مراد سيد الشهداء من احبنا لا يحبنا الا لله جئنا نحن وهو كهاتين هو قال وقدر بين سبابتي يعني قارب بينهما وقدر بين مسبحتي ولا زال الحسين مستمرا في حديثه صلوات الله عليه ومن احبنا لا يحبنا الا للدنيا فانه اذا قام قائم العدل الحجة بن الحسن وسع عدله البر والفاجر هذه هي عدالة النظام القضائي للحجة ابن الحسن مرت الإشارة إليه قبل قليل ومن أحبنا لا يحبنا إلا للدنيا فإنه إذا قام قائم العدل وسع عدله البر والفاجر صلوات على القائم العدل الإمام المأمول المنتظر صلوات تترى وسلام عليك يا بقية الله نذهب إلى فصل عن الحكم بن عيينة قال لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان قام إليه رجل فقال يا أمير المؤمنين طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج فقال أمير المؤمنين والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله اباءهم ولا اجدادهم بعد فقال الرجل وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا قال بلى قوم يكونون في اخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا فاولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. في غيبه النعماني رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنه 360 للهجره. إنها طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قم المقدسة صفحة 307 الباب السابع عشر الحديث الأول بسنده عن الفضيل بن يسار عن إمامنا الصادقي صلوات الله وسلامه عليه ان قائمنا اذا قام استقبل من جهل الناس اشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهليه ومن الشيعه تحديدا لانه في بدايه امره يتعامل مع الشيعه اول ما يبدا به صلوات الله عليه كما في احاديثهم الشريفه يبدا بكذابي الشيعه بالمراجع والزعماء والقاده وهؤلاء لهم اتباع هؤلاء هم الحمير الذين تتحدث عنهم الوثيقه الديخيه ان قائمنا اذا قام استقبل من جهل الناس اشد مما استقبله رسول الله من جهال الجاهليه قلت وكيف ذاك قال ان رسول الله اتى الناس وهم يعبدون الحجاره والصخور والعيدان والخشب المنحوتة. قلت وكيف ذاك؟ قال ان رسول الله اتى الناس وهم يعبدون الحجارة والصخور والعيدان والخشب المنحوتة. قلت وكيف ذاك قال ان رسول الله اتى الناس وهم يعبدون الحجاره والصخور والعيدان والخشب المنحوته وان قائمنا اذا قام اتى الناس وكلهم يتاول عليه كتاب الله يحتج عليه به يتاول وليس يؤول يؤول الامام هو الذي يؤول الكتاب وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم الامام يؤوله اما هؤلاء يتاولونه يذهبون به بعيدا عن منهج التأويل. هناك فارق بين من يؤول ومن هناك فارق بين من يؤول ومن يتأول الذي يتأول يذهب باتجاه الشيطان والذي يؤول يذهب باتجاه الرحمن وإن قائمنا إذا قام أتى الناس وكلهم يتأول عليه كتاب الله يحتج عليه به ثم قال إمامنا الصادق يقول أما والله أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر القر هو البرد أما والله ليدخلن عليهم عدله جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر فهذا العدل الذي يدخل جوف بيوتهم كما يدخل الحر والقر انه يدخل الى قلوبهم فاذا ما دخل عدله الى قلوبهم حل الامان والامن وهذا تجفيف لمنبع الخوف الذي هو من اشد منابع الظلم عند البشر ومن اخطر منابع البرنامج الابليسي في حربه الشعواء في مواجهه المشروع المهدوي الاعظم هكذا يجفف المثال المستانف منبع الخوف عند الناس زمان الظهور الشريف مر الكلام من ان مضمون برنامج المثال المستانف تجفيف منابع الظلم التي هي هي بنفسها منابع البرنامج الابليسي تم الكلام في الجهاله السفاهه الجهل الخوف خامسا الفقر وكاد الفقر ان يكون كفرا المشكله الاقتصاديه على مستوى الدول والحكومات على مستوى المجتمعات والتجمعات البشريه على مستوى المؤسسات والتنظيمات والهيئات على مستوى العشائر والقبائل والاسر وعلى مستوى الافراد الفقر مشكله كبيره وهاجس يخيف الجميع اذا ما حل الفقر في مكان جذب معه الكثير والكثير من صداع الراس ومن المشاكل التي لها اول وليس لها اخر ولذا فان برنامج المثال المستانف انه البرنامج القائمي المهدوي سيجفف الفقر الى ابعد حد سيقضي على الفقر تماما سيجفف هذا المنبع الذي هو من منابع الظلم في حياه البشر ومن المنابع الخطيره في البرنامج الابليسي انني اقرا عليكم من غيبه النعماني من المصدر نفسه الذي قرات عليكم منه قبل قليل صفحة 242 الحديث السادس والعشرون حديث عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه يحدثنا به جابر الجعفي الحديث طويل أقرأ عليكم منه موطن الحاجة وتجمع اليه تجمع الى الامام تجمع الى حكومته الى دولته الى عاصمته الى مقر قراره الى دار حكمه وتجمع اليه اموال الدنيا من بطن الارض وظهرها فيقول للناس تعالوا، تعالوا إلى ما قطعتم فيه الأرحام، وسفكتم فيه الدماء الحرام، وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، ويملأ الأرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا هنا سينتشر الامن والامان وهنا سيزول الفقر الدعاء الذي اشرت اليه في الحلقه الماضيه من ادعيه شهر رمضان الذي اوله اللهم ادخل على اهل القبور السرور قلت لكم هو من ادعيه الفرج من جمله ما جاء فيه اللهم اغني كل فقير متى يتحقق هذا في زمن الظهور اللهم اغني كل فقير اشبع كل جائع اكسو كل عريان واقض دين كل مدين هذه المضامين في هذا الدعاء وفي غير هذا الدعاء لا تتحقق الا في زمن امامنا صلوات الله وسلامه عليه ولذا فان الادعيه التي تشتمل على هذه المضامين هذه ادعيه فرج انتم تقرؤونها ولا تلتفتون الى مضامينها بسبب ثقافه التقزيم بسبب ثقافه المرجئه والبتريه والمقصره بسبب ثقافه مراجع حوزه النجف وكربلاء انها ثقافه الجهاله والسفاهه والجهل وتجمع اليه اموال الدنيا من بطن الارض وظهرها الارض تخرج كنوزها وتخرج افلاذ كبدها افلاذ اكبادها وتجمع اليه اموال الدنيا من بطن الارض وظهرها فيقول للناس تعالوا الى ما قطعتم فيه الارحام وسفكتم فيه الدماء الحرام في زمان الغيبه وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل مثل ما فعل مراجع الشيعة حينما اوجبوا الخمس على الشيعة وهم يعارضون حكم صاحب الامر الذي اباح الخمس لشيعته زمان الذي اباح الخمس لشيعته زمان غيبته واما الخمس هكذا جاء بخط يده في التوقيع المعروف بتوقيع اسحاق بن يعقوب واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل الى وقت ظهور امرنا واما الخمس فقد ابيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث مراجع السفاهة مراجع الكذب والدجل قطاع الطرق فيما بين الشيعة وإمام زمانهم أوجب الخمس على الشيعة وهذا جزء من مضمون هذه الكلمه وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل فلقد حرم الله عز وجل ان تخالفوا احكام امام زمانكم فالامام يريد من الشيعه ان تاخذ بعزائمه وان تاخذ برخصه اما ان تحرف رخصه فذلك ركوب لما حرم الله وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل فيعطي شيئا لم يعطه احد كان قبله كيف ذلك؟ الروايات تخبرنا من ان الذين كانوا قبله حينما يعطون شيئا كانوا يعدونه من الحكام والخلفاء والملوك وكان يسجل في سجلات الاموال الامام كما تقول الروايات انه يحث المال حثوا من دون عد يحثوه حثوا يحث المال حثوا يحث المال حثيا حثوا وحثيا فيعطي شيئا لم يعطه احد كان قبله ويملأ الارض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا في الكتاب نفسه صفحة 245 أو خمسة وأربعين إنه الحديث الثلاثون بسنده عن حمران ابن أعين هذا أخ لزرارة ابن أعيان عن حمران ابن أعيان عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه كأنني بدينكم هذا لا يزال كأنني بدينكم هذا لا يزال متخضخضاً يفحص بدمه متخضخضا متحركا مرتجفا لماذا لانه جريح جريح لقد قتل ديننا جريح يفحص بدمه انه مشرف على الهلال كانني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه كالجريح الذي اشرف على الهلاك يقلب رجليه وينوء براسه ويحرك يديه يتقلب يمنه ويسرا يتقلب يمينا وشمالا كانني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم الا رجل منا اهل البيت فيعطيكم في السنه عطاءين انه العطاء السنوي العطاء السنوي كان في الازمنه القديمه الملوك في بعض الدول يعطون مؤونة سنوية مرة في السنة ويعطون راتبا شهريا مرة في الشهر ثم لا يرده عليكم إلا رجل منا أهل البيت فيعطيكم في السنة عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين في بعض الدول في زماننا هناك شركات ومؤسسات تقسم الراتب الشهري الواحدة إلى جزئين فتعطي نصفه في منتصف الشهر وتعطي نصفه الاخر في اخر الشهر لتسهيل امور موظفيها وعمالها والتابعين لها الامام لا يفعل هذا وانما يعطي راتبين كاملين فراتب كامل في منتصف الشهر وراتب اخر في اخر الشهر فيعطيكم في السنه عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين قطعا هناك دول تعطي الراتب في آخر الشهر وهناك دول تعطي الراتب في أول الشهر كل دولة كل مؤسسة بحسب نظامها وتؤمن دون الحكمه في زمانه الكلام مر علينا في زمان الغيبه فان اولياءه يغبقون كاس الحكمه بعد الصبوح فما بالكم في زمان الظهور وزمان ارتقاء العقول والاخلاق والمعارف وانتشار العلم الواسع وتؤتون الحكمه في زمانه حتى ان المراه لتقضي في بيتها، اشير الى المراه لان المراه في زمان الحديث ما كانت تشارك في مجال العلم بشكل واسع وان كانت هناك نساء تشارك في حقل العلم في زمان الحديث انه في زمان امامنا الباقر صلوات الله عليه لكن ذلك كان بشكل ضيق محدود الذي كان شائعا ومنتشرا النساء في حاله بعد عن حقول العلم من هنا جيء بالمراه مثالا حتى ان المراه لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنه رسول الله كل ذلك يشير الى انتشار العلم من ان العلم سيصل الى كل مكان كانني بدينكم هذا لا يزال متخضخضا يفحص بدمه ثم لا يرده عليكم الا رجل منا اهل البيت فيعطيكم في السنه عطاءين ويرزقكم في الشهر رزقين وتؤتون الحكمة في زمانه حتى ان المرأة لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه واله. نذهب الى فاصل. عن ميمون البان عن ابي عبد الله الصادق صلوات الله, صلوات الله عليه, عليه. خمس قبل قيام القائم اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء وخسف بالبيداء وقتل نفس الزكي عن صالح مولى بني العذراء قال سمعت ابا عبد الله الصادق صلوات الله, الله عليه, عليه يقول, يقول ليس بين, بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية, الزكية إلا خمسة عشر ليلة عن المعلى ابن خنيس عن, عن إمامنا الصادق صلوات الله, الله عليه, عليه إن, إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب عن الحارث بن المغيرة عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة لثلاث وعشرين مضينا من شهر رمضان من المصدر نفسه من غيبه النعماني صفحه 152 انه الحديث الثامن بسنده عن الكاهلي عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. تواصلوا الامام يوجه خطابه لشيعته. تواصلوا وتباروا وتراحموا. فوالذي فلق الحبة وبرأ النسمة ليأتين عليكم وقت لا يجد أحدكم لديناره ودرهمه موضعا يستمر الحديث الإمام يتحدث عن زمان دوله قائم ال محمد فوالذي فلق الحبه وبرا النسم لياتين عليكم وقت لا يجد احدكم لديناره ودرهمه موضعا فليس هناك من فقير اللهم اغني كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان كما في الادعيه الشريفه الامام يقسم قسما فوالذي فلق الحبه وبرا النسمه لياتين عليكم وقت لا يجد احدكم لديناره ودرهمه موضعا الارض ستخرج كنوزها والارض ستخرج افلاذ اكبادها كان في نيتي أن أحدثكم عن كنوز الأرض وأفلاذ أكبادها، لكن وقت الحلقة صار طويلا. إلى هنا تم الحديث في الجهالة، السفاهة، الجهل، الخوف، الفقر. هذه جمله من عناوين منابع الظلم في حياه البشر وهي هي بنفسها منابع البرنامج الابليسي نلتقي غدا ان شاء الله تعالى اسالكم الدعاء جميعا في امان الله